السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو حق الأول قلت لكم أنكم تكتبون نكتكم في التعليقات كلها. خلينا نبدأ في الفيديوهين نطلع لكم التعليقات كلها. أوكي، واحدة تقول في يوم لما جلست في الباب قولي ليه ليه لأنه لابسة كعب. أوكي، التقييم علي حلو. بقيم هذه النكتة 5/10. في بنت كانت تقول في بنت سيارة الحيوانات المؤذية وعندها كلب أليم. أوكي، بس كل كل ما صادت تصطاد كلب يهرب وتقطع مضرب كلاب. عنده 7 رأس. بعد 7 أيام اجت خطت الكلب وراحت اصطادت الكلب قال طبعاً كيف الكلب يرقص ويتراقص؟ حلو، تقييم 10/10. والله ما عندي شيء. أوكي، في أم كانت تتمنى بنت وجاها ولد سمته ليم. بعدها في كان مسابقة في أدوية للرجل وسوى ليم دواء وفاز ليم، وبعدها نفط ليم فاز ليم. بقيم 10/10. اوكي، يعني في بنت ما تحب الاستاذة بس في حالة تحبها بس عشان تعطيها قليلة. سألت الاستاذة كم عدد ابناء المار؟ قالت البنت اللي ما تحب الاستاذة ما تحملت وقالت روحي وديهم بنفسك بالمرايا. والله نكتك مرة حلوة في حقيمة 10/10. عندنا ثاني فيديو، قلت لكم يا جماعة بخلي أمي تقرا تعليقاتكم لا تفشلوني. خلينا نشوف تعليقاتكم. بنتك لطيفة يا خالة، يا قلبي أنت الألطف أكثر لطيفة. حلو يا خالة، بدك تدخل القلب دون استئذان. يا قمر أنت لمستين القلب دون استئذان. حلو، أمك يدريك وأنت الأكيد. خالة الله يخليك، بنتك زينة بحبك زوزو. أنا يا رب تذكريني. إيوة أتذكرك، والله إنك كيوتة، بنتك مرة كانت كيوتة وفرفوشة. ممكن تسوي فيديو إنك تختارين يا خالة لبنتك زينب لبس في لعبة؟ طيب خلاص إن شاء الله الفيديو هو جاهز بس بنزله. بنتك أفضل وأحلى بنت يا خالة. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا خالة، بنتك مرة محتاجة دخلت قلبي بدون استعطاء. يا قلبي يا أخي ما أقدر أتحملك يا تملك يا حبيبتي. خالة انت محظوظة بزوزة قد القمر، ترى تقول لك امي تقول لك انتم قمر وعيونكم قمر. سنة تسلموا بنتك تربية، انتي امك ربتك احسن طريقة. حلو، بنتك افضل بنت في العالم، انتي افضل فتاة في كوكب الارض. اوكي، في كوكب الارض. يلا لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، وإذا ما كنتم مثلا مشتركين في قناتي روحوا اشتركوا في قناتي، والجدد روحوا للمنتدى وشاركوا أشياء كثيرة احنا نسويها، مثلا نسأل أسئلة ونسوي أشياء كثير. فبس إن شاء الله تكونوا عجبتكم الفيديو، فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.